عايز اتكلم معاكم في حاجه، في حاجتين بسرعه قوي قبل ما نبدا. خلاص وركزوا معايا قوي. عايزين نتكلم على one of the secrets of efficient مذاكره and efficient مراجعه and efficient time management بصفه عامه، because this is الوقت اللي احنا فيه. انا فاضل لي تقريبا شهر على الاكزام، لازم اني I manage my time efficiently. كله يركز معايا في الكلام اللي هقوله ده، مهم وهنقوله تاني بعدين، بس ركز معايا. من ضمن الاسرار انك انت تقدر تنجز وتذاكر كويس وتحقق شغل كتير في وقت قليل فتبقى efficient. efficiency معناها اني انجز كتير في وقت قليل، اوكي، او اكسب كتير وادفع فلوس قليله، ده المعنى الافيشنسي، اوكي، اني I get a lot by paying as little as possible. الافيشنسي بتاعنا ده هيجي باني اعمل جدول ديلي، مش ديلي زي اللي احنا عاملينه، اللي هو نقول النهارده هحل تيست بتاع May 2007 وهراجع على اول 30 words في الفوكابولاري وهراجع على امتحان مش عارف ايه. لا، مش ده اللي اقصده. ديلي بمعنى تقول النهارده هتعمل ايه من الصبح بالليل في مذاكرتك، او احسن في الوقت اللي هتذاكر فيه فعلا. يعني let's say مثلا انا النهارده قاعد في البيت من 4 p.m. لغايه 10 p.m. خلاص، هفترض ان انا الساعه 10 p.m. خلاص بفصل بقى، هتعشى وانام او حاجه، وقبل 4 p.m. انا بره عندي دروس عندي وقت. انا في البيت من 4 p.m. ل 10 p.m. هقعد اذاكر، ما ورايش حاجه تانيه. ما تجيش بقى تقول انا عندي 6 hours من 4 p.m. ل 10 p.m. هحل فيهم تيست 100 2007، هراجع فيهم على 30 words، هبعت الاسئله اللي كنت عايز اسالها لمستر كريم، هراجع على خمس امتحانات بتوع مش عارف ايه وخلاص. لا، حضرتك هتعمل لي حاجه اسمها tasks. هتقسم كل حاجه عندك تعملها الى tasks، وكل task هتحط له time. فمثلا هقول vocabulary من 1 ل 10 هديهم 5 minutes. ده اللي عايز اعمله النهارده. طيب في ايه تاني؟ عندي مثلا التست اللي هو بتاع May 2007 ده عايز اعمله، ده هديله هيبقى 3 hours and 45 minutes. 3 hours و 45 minutes. اوكي، اللي هو التايم بتاع التست بالظبط. طيب عايز ان انا اعمل ريفيجن على درس اسمه 1.3 verb tenses. طيب درس بتاع الverb tenses ده هراجعه من اوله لاخره، هراجعه في 10 minutes. ركز معايا. طب في ايه تاني هيتعمل من 4 ل 10؟ لا، ده في الغدا، اوكي، هنتغدى. طيب الغدا هديله 15 minutes and so on. تقسم التاسكس بتاعتك في اليوم بالتايم وتلتزم بالتايم، ان شاء الله لو السماء اتطبقت على الارض. ازاي؟ يعني انت قلت ال 10 كلمات دول هحفظهم في 5 minutes. عدوا ال 5 minutes ما كنتش حفظت غير كلمه واحده. جود باي. خلصوا دول، يتركنوا على جنب. بكره ان شاء الله لازم تحطهم تاني في الجدول بتاعك. الغدا 15 minutes. 15 minutes طبقك لسه نصه، خلاص طبق يتحط somewhere وتخش تكمل مذاكره. تقسم الى تاسك صغيره ونلتزم التزام دقيق جدا بالوقت. حتى لو الحاجه ما خلصتش، من ضمن مشاكل المذاكره الكبيره ان انا بحط لنفسي اهداف كتير وابتدي فيهم فما الحقش اخلص الحاجات اللي انا عايزها. ليه؟ لاني بمسك حاجه وبخلصها لغايه الاخر. لا، انت تلتزم بالتايم اللي انت حاطه. خلص خلص، ما خلصش خلاص، هينزل في جدول بكره. مره في مره هتلاقي نفسك انت حاطط لنفسك pressure. You're pressured لانك لازم تخلص في الوقت ده، لان بعد كده هيبتدي الجدول بتاعك يبوظ، لان كل مره في حاجه بتترحل لليوم اللي بعده. فمره في مره هتبتدي تتعلم انك تبقى efficient. هتبتدي تتعلم انك لما تقول انا هاخد 5 minutes احفظ فيهم ال 10 words دول، ان انا لازم اقعد ال 5 minutes دول بجد مركز. انما 5 minutes هحفظ ال 10 words، احفظ كلمه وبعدين اروح ابص على الفيسبوك كده بصه، وبعدين اروح اشرب حاجه، وبعدين اجي احفظ كلمه ثانيه، فجاه تلاقي نفسك قعدت ساعه في ال 10 words دول، مع انك انت كنت محدد لهم بس 5 minutes. انما لما تتعود ان ال 5 minutes خلصوا، اللي اتعمل اتعمل، خلاص I have something else to do، ده بيخليك تقدر انك انت تظبط التايم بتاعك احسن كتير قوي. اوكي، هنتكلم في المواضيع دي كتير في الفتره الجايه عشان نساعدكم على المذاكره، ولكن this is the first step. تقسيم الديلي ورك ديلي، اوكي، غير الجدول بتاع الشهر وبتاع الاسبوع والكلام ده. النهارده هيتعمل فيه ايه؟ تقسم every single thing هتعملها،
كل حاجه انكلودنج الحاجات اللي مالهاش علاقه بالمذاكره زي الغدا كده، وكل حاجه تحط لها تايم. Once ان التايم انتهى it's over. This is efficient time management. اوكي ده اللي بيعملوه البيزنس بيبل. اوكي البيزنس مان والبيزنس وومن الكبار قوي حوالين العالم this is what they do. اوكي العباقره حوالين العالم this is what they used to do. واحد زي ستيف جوبز كان بيعمل كده. عارفين ستيف جوبز؟ عارفين ستيف جوبز فاوندر بتاع ابل الراجل المشهور قوي ده الله يرحمه بقى اوكي بتاع الايفون والايباد والحاجات دي. الراجل ده كان يعرف كام بني ادم، كان بيتكلم مع كام بني ادم في حياته؟ 10. ما كانش بيسمح لنفسه يتعامل مع اكتر من 10 بيبل نهائي. يعني مراته، ولاده مثلا صاحبه الفلاني، السكرتيره بتاعته، مدير التسويق، مش عارف مدير مش عارف، هم 10 بني ادمين اللي بيكلمهم فيس تو فيس او بالتليفون او كده، غير كده ما بيكلمش حد تاني خالص. ليه؟ عشان ما فيش وقت. في تايم مانجمنت. انا عندي 5 دقائق بالظبط اسمع المشكله اللي عندك. خلصوا ال5 دقائق، لو انت ما عرفتليش المشكله اتفضل امشي. It's over. I don't have time ان انا اسمعك. This is how business people run their businesses. Okay? They have certain time they need to يحققوا في حاجه معينه. خلص التايم الحاجه دي خلصت. ماشي؟ ما اقدرش ان انا اقعد اطول ومطول ودردش وافكر خالص. نفس النظريه دي تقدر تطبقها في المذاكره بتاعتك. تقسم الديلي ورك بتاعك والديلي اكتيفيتيز الى تايم، والتايم ده يتم الالتزام بيه التزام كامل. تعالى اديك اكزامبل بس عشان تفهم، وبعدين نخش بعد كده على طول على درس النهارده. في المدرسه مش بيبقى عندنا جدول حصص؟ عندنا في اليوم 7 حصص 10 حصص. كل حصه لها ميعاد وفي جرس بيضرب. اول ما الجرس يضرب التيتشر ده يمشي، التيتشر ده يدخل. طيب لما الجرس ما بيضربش او التيتشر بيطول شويه في حصته اوكي، ويلطع التيتشر التاني بره، فيجي التيتشر التاني اللي بره يخش حصته متاخر فما يلحقش يخلص وبيتاخر تاني، مش اليوم بيبوظ؟ اليوم هيبوظ. طب في الاخر اللي يحصل يوم واخدين حبه من البريك مش كده؟ تيجي انت عبال ما تنزل البريك وبتاع تلاقي نفسك ما لحقتش تخلص الاكل بتاعك، تيجي تطلع فوق كده. يبقى عدم الالتزام بالتايم ستريكتلي هيبوظ النظام. انما لو المدرسه بتدخل الساعه كذا بالظبط والحصه بتخلص الساعه كذا بالظبط وكل حاجه ماشيه بالظبط بنظام، كل حاجه بتمشي منظم. This is what you need to apply للمذاكره بتاعت حضرتك. ماشي؟ جربوا وقولوا لي وصلتوا لايه. الحصه الجايه نتكلم على another point في الحته دي. يبقى النهارده قلنا تقسيم الحاجه الى small tasks. Small tasks يا جيلان، small tasks يا ياسمينه. يعني ما اقولش النهارده هعمل 10 امتحانات في ساعتين يلا بينا نبتدي، لا قول لي هعمل ده في 5 دقائق، ده في 5 دقائق، ده في 10 دقائق. قسمهم بالسكشن، ان شاء الله تقسمهم بالسؤال، قسمهم لحاجات صغيره. Many little small things that you can take and finish one at a time في التايم. انما تحط لنفسك جول كبير وتايم كتير هتضيع وقت ومش هتنجز اللي انت عايزه في الاخر. ماشي؟ يلا بينا.